بعد أن قطع جسر السينك وساحة الخلاني لأكثر من 120 يوماً، تعود حركة سير المركبات من جديد وسط ترحيب شديد من قبل أصحاب المحال التجارية المجاورة، مع انتشار أمني مكثف قرب ساحة الاعتصام التي تستمر إلى هذا الوقت. نحن مع الحلول السلمية ومع بقاء الأخوة المتظاهرين في ساحات الاعتصام، هذا شيء حلو وهذا شيء جدا طبيعي وديمقراطي، ونتمنى أنه يزيدون من زخمهم وهذا الشيء. لكن وجود هاي الصبات اللي مثل ما تشوفونها حضراتكم أثرت سلبا وجد أثرت سلبا كثير على كثير من العوائل اللي تحتاج على هاي المحلات الموجودة. احنا وياهم مع رفع هاي الصبات، لكن وضع نقاط أمنية لحماية المتظاهرين تكون قريبة من الساحة بحيث ما يحدث أي تجاوز أو خرق من كلا الطرفين. تم وبعون الله سبحانه وتعالى أنه رفعوا الصبات اللي هي على جسر السنك، الحمد لله. كل مواطن له حق على الدولة أنه تنفذ المطالب اللي يريدها، ومطالب المواطن ترى جدا 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 بسيطة. والله هي خطوة جبارة حلوة، فتح الجسر وتبدا حياة أرزاق العالم، وهذا جسر رئيسي يعني حتى خفف الزحامات عن بغداد. المتظاهرون والناشطون المتواجدون في ساحة الاعتصام لم يبدو اعتراضا على هذا الإجراء كونه يتعلق بأرزاق فئة عاملة واسعة، إلا أنهم أبدوا تخوفا شديدا من أن يكون افتتاح جسر السنك البداية لإنهاء التظاهرات من خلال فتح باقي الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام. احنا مو ضد أنه ترجع الحياة الطبيعية وكذا، بس احنا الشباب خايفين أنه يصير تعرض لهم من هذه المناطق القريبة جدا على ساحة التحرير. صار لنا فترة نحاول نقنع الشباب المتظاهر اللي أدرينالين ماله عالي، نحاول نقلع أنه ينسحب من ساحة الوثبة يدخل إلى ميدان ساحة الخلاني أو خلف ساحة الخلاني خلف الحواجز. فإحنا جهودنا مستمرة كانت في هذا الاتجاه. إن استمرار التظاهرات حتى هذه الساعة ما هو إلا نتاج التسويف والمماطلة في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة في محاربة الفساد وإقصاء الفاسدين، فلو استجابت السلطات للمطالب لما استمرت الاحتجاجات كل هذا الوقت. مع الحرص على إبقاء التظاهرات وسلميتها، تعود حركة المركبات إلى جسر السنك وساحة الخلاني بعد انقطاعها لأكثر من 120 يوماً. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.